مرحبا، أنا سحر، حابة أشارككم قصتي مع أول راتب إلي بالشغل. بعد التخرج من الجامعة صرت أحلم إني أصير معلمة، لأنها أكتر مهنة بتناسب رغبتي وتخصصي. عشان هيك قدمت لمدرسة خاصة واجتزت المقابلة ووقعت العقد الموحد الجديد للمعلمات والمعلمين مع إدارة المدرسة. وحسب العقد الموحد كان راتبي الشهري 220 دينار، وهو اللي بيمثل الحد الأدنى للأجور زائد علاوة معلم 10 دنانير، يعني إجمالي الراتب بيساوي 230 دينار. ولا أعرف اللي إلي واللي علي، أعطتني المدرسة نسخة من عقدي وكمان نسخة من النظام الداخلي للمدرسة. وزي ما هو مطلوب مني بالنظام الداخلي للمدرسة، التزمت بالثمان ساعات عمل يومياً، منها 24 حصة تدريس داخل الصف الأسبوع والباقي خارج الصف، إما برتاح فيهم في غرفة المعلمات أو بصحح امتحانات أو بشرف على الطلاب في فترة الاستراحة بساحة المدرسة. ما بتتخيلوا فرحتي وأنا رايحة أستلم أول راتب إلي. وصلتني رسالة نصية من البنك إني استلمت بالضبط 212 دينار و75 قرش بحسابي بالبنك. مستغربين إنه الراتب أقل من 230 دينار اللي حكيت لكم عنه؟ فعلياً هو أكتر، لأنه حسب قانون الضمان الاجتماعي وزي ما في العقد الموحد لازم أدفع اشتراك الضمان الاجتماعي بنسبة 7.5% من راتبي اللي هو 230 دينار، يعني 17 دينار و25 قرش. بس برضه المدرسة ملزمة تدفع عني للضمان نسبة 14.25% من راتبي، يعني 32 دينار و75 قرش، وبكون مشتركة بالضمان الاجتماعي وبقدر أستفيد من كل التأمينات المطبقة. شفتوا كيف راتبي أكثر من 230 دينار؟ استمتعت كتير أول سنة شغل وأثبتت جدارتي في عملي كمعلمة بمدرسة خاصة. هالشي خلاهم يجددوا مع العقد للسنة الجاي، وهيك أخذت إجازة العطلة الصيفية وكمان راتبي ماشي واشتراكي بالضمان مستمر زي أيام التدريس. اليوم أنا بدي أبدأ سنة جديدة في المدرسة، وطبعاً في زيادة سنوية نسبة 5% من الراتب وخمس دنانير بدل سنة خبرة، وهيك بزيد راتبي بمقدار 16.5، يعني صار راتبي 246 دينار ونص، وبرضه بستمر اشتراكي بالضمان. هالشي حق اللي بضمن القانون وإدارة المدرسة التزمت فيه. زميلاتي معلمات المدارس الخاصة، زي ما أنا عرفت حقوقي، خليكم واعيين لحقوقكم. سلام.